كان ابني عمره تقريبا، جينا من سوريا ما عندي غير كان برجس، ومرينا على المخيم الازرق قعدنا تقريبا تجي شهر وطلعنا. ما ابو يعني مثلا ما كان موفر بوشيه الازرق على المخيم، يعني اكثر كثير شغلات كانت ناقصه علينا الهشه. احنا طلعنا واشتغل، كان جوزي يطلع يشتغل برا لما نصير له شغله يشتغل لما ما يصير له، وطلعنا اللي برا وضلينا هيك 5 سنين. ومثل هيك ننقل من مكان، كان عندي براكية 4 أمتار خيمة، والبرد كل سنة ما عندي لا صوبة ولا دفاية ولا شيء، والله هيك بالحرامات سلموني حرامين هيك وعافش شنام بهن ونغطشنا بشتة هنا على الفرشات وبالحرامات على الحطب. أحطب لها إيه بعد مرة تانية، أروح أحطب لها من البستان اللي أميلها حطب هيك أكسر وأنا وزوجي نعدد الأولاد. والله أمنيتي أكثر شيء بالحياة أن ولادي يعلموني يصيرون يقرون ويكتبوا، ومن عن وعني مثلا وضعنا يستقر ويصير عني مثلا بيت ملكي وملك هزي متبع الولاد. بس صار من الولاد هالحزاني أمنى أنهم ولادي يصيرون المدرسة يدرسوا، ومن يصير عندي بيت شغلة بس ملك. أنا عندي ابن، ابني مرضان صار له 3 سنين ما احنا قادرين نحكمه، وعندنا مرضانين وعندنا كذا وما احنا قادرين نحكمهم، وكله باطل عن العمل. يعني باسبوع قاعد الناس تشتغل يوم او يومين، يعني ما في شغل لنا يغطي مصاريفنا، وضعنا مو كويس. جينا والله من سوريا جينا ماشي، ظلينا برقبان ما ادري كم يوم، وجينا على سفرون الماكينات عرقوا على المقيم. جينا من شمال، حتى كنا لاجئين شمال من ديرة حلب، وضعنا سيء كان، ما بوش ببلادنا ما بوش، هنا بالمزرعة ذي النسنتين وبهالوردن من هالمزرعة نرحل هيش، يعني هم وتبعي واتون هم والمعلم يا بنتي يدورون مرزقتهم. والله ما بوش شغل صالهم هالشهر، هلالي جادي لا شغل ولا عمل.